السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. عالم الأحلام فيه اختلافات كتيرة، وساعات بيكون تفسير مختلف شخص لآخر عشان عدة عوامل، منها الأحداث اللي بيمر بيها الإنسان من رغباته وأمنياته وحالته النفسية وغيرها. والأحلام بتكون إشارة لشيء أو حدث ما سيحدث. عشان كده هنتكلم على أنواع الأحلام من زاوية علم النفس، وصنفوا العلماء أنواع الأحلام إلى 10 أنواع. أول نوع عندنا من الأحلام وهي أحلام اليقظة، هي الأحلام اللي بتحدث للإنسان وهو بيكون يقظ جدا، أو تقدر تقول في أول لحظة ما بيكون الإنسان سرحان بخياله وبينفصل تماما عن الواقع. دي بتسميها احلام اليقظه، هي دي احلام اليقظه. كان في اغنيه لحسن الاسمر وهو كان بيغني بيقول بحلم وانا صاحي. النوع الثاني من الاحلام اسمه احلام اليقظه الكاذبه، عباره عن ايه؟ هي الاحلام اللي بتوهم الشخص بانه استيقظ من نومه وبدا يشوف نشاطه وحياته اليوميه ويتعامل في كل شيء، وفجاه يكتشف نفسه ان هو لسه نايم. دي بيسموها احلام اليقظه الكاذبه. ثالث نوع عندنا من الاحلام وهي الاحلام الجليله. الأحلام الجليلة بيكون الإنسان في الحلم مندمج جدا وبيدرك إن هو بيحلم، وبيبقى قدامه حاجة من الاثنين، يا إما يكمل الحلم يا إما يختار إن هو يصحى من النوم. دي بيسموها الأحلام الجليلة. رابع نوع عندنا من الأحلام اسمه الأحلام المتكررة، الحلم اللي بيتكرر دايما مع صاحبه، وتلاقي دايما الشخص يقولك أنا حلمت بنفس الحلم ونفس الأحداث، بس بيكون في اختلافات في الأحداث شوية من حلم للتاني. وهنا فسر علماء النفس الموضوع دوت إن الشخص اللي بيحلم بأحلام متكررة بيكون عنده بعض المشاكل ومش قادر على حلها، بمجرد إنه يحل المشاكل ديت بتتوقف الأحلام تماما. النوع اللي بعد كده من الأحلام اسمه الأحلام المتطورة، أكن اللي بيحلم دوت بالظبط بيشوف فيلم وبيكمل أحداثه على فترات، كل ما بيحلم بيبدأ يكمل الأحداث بعد كده، دي بيسموها الأحلام المتطورة. النوع اللي بعد كده من الأحلام وهي الأحلام المتبادلة، يعني شخصين بيحلموا بنفس الحلم بالظبط، ودي بتحصل عامة أو عادة لما بيكونوا الشخصين مشتركين في شيء واحد، في عمل واحد وهدف، والهدف ذاته. هنيجي الأحلام الإشارات، أكتر نوع من الأحلام الناس بتحبها. ليه؟ لأنه بيساعدوا على اتخاذ القرارات، لأن الشخص في الحلم مثلا بيجيله علامات إرشادية، مثلا يقول اللي هو راكب حصان، فهنا بيترجم بقى ويقول لك يبقى انا كده هسافر بره وهيجي لي فلوس، وممكن يكون مثلا هو متردد اسافر ولا لا، او يقول لك مثلا انا حلمت ان انا لقيت فلوس فضه يبقى جاي لي فلوس كتيره. النوع ده من الاحلام بيساعده في اتخاذ القرارات اللي هي متردد فيها، عشان كده النوع ده من الاحلام بيحبه الناس جدا جدا جدا. هنيجي للنوع اللي بعد كده من الاحلام اسمه احلام الشفاء. أحلام الشفاء ديت بيكون الإنسان في الحلم بيلاقي نفسه أصيب بأي شيء، مثلا مرض عضوي، وبيفسر العلماء النوع ده من الأحلام إن الجسم بيبعت رسالة للمخ أو للدماغ بيحذره اللي ممكن الإنسان يصاب بأي مرض. فالنوع ده من الأحلام الناس لازم تاخده في محمل الجد، لأنه ممكن يكون حقيقة فعلا. هنيجي الأشهر أنواع الأحلام وهي الكوابيس، والكوابيس هي الأحلام المخيفة والمفزعة للإنسان، وأشهر أنواع الأحلام في علم النفس، ودي بتحدث للإنسان نتيجة الضغوط اللي بيعيشها في حياته اليومية. وأكتر ناس مصابة بالأحلام أو بالكوابيس المفزعة هم من يعانوا من الاكتئاب. آخر نوع عندنا من الأحلام اسمه أحلام الملحمية. أحلام الملحمية دي بيقولك إن الإنسان بيعيش تجربة كونية، يعني بيحلم بالفضاء بالكون. التجربة ديت أو الحلم دوت بيخليه في ذاكرته دايما وبيساعده على أنه يغير حياته، وممكن يعدي عليه سنين وهو فاكر برضو الحلم دوت، لأنه ممكن يعمل تغيير كبير في حياته. ده اسمه الأحلام الملحمية. وبكده يبقى وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى يكون الفيديو والأحلام عجبتكم. كان معكم علي محمد في قناة لايت لايف، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.